بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نشرح مع بعض الابليكيشن على الاندكشن. واحنا قلنا قبل كده ان الاندكشن معناه ان في كوندكتور، سواء بقى كلمه كوندكتور دي واير او كويل، بيعمل كاتنج مع ماجنتيك فيلد، فيبتدي يتحرك الالكترونز جوه السلك ده او الواير ده او الكويل ده او الكوندكتور ده، فبيتولد حاجه اسمها اندكشن او بيتولد كارنت جوه السلك ده او الكوندكتور ده، اسمه ايه؟ induced current. هناخد ابلكيشن على الكلام ده اللي هو الدينامو. الدينامو عباره عن كويل كده، في سايد قصير وسايد طويل. لازم حضرتك ايه تفهم الرسمه دي، رينج ودي رينج. هنا في بروش، فرشه كده، وهنا في فرشه كده. هنسمي مثلا الرينج دي اكس والرينج دي واي، وهنوصل الايه التو بروش دول بايه ريزيستنس كده. طبعا هنا في ماجنت وهنا في ماجنت، واحنا اللي بنحرك الكويل ده، يعني احنا اللي بنعمل ميكانيكال انرجي، فالسايد ده بيتحرك. تمام، احنا عارفين يا جماعه ان في خطوط فيلد اللي انا برسمها باللون الاصفر دي خطوط الفيلد من الان للاس. لو سمينا الاخ ده الكويل ده A B C D، هتلاقي ان السايد ده اللي انا بحط عليه صح A B، والسايد ده والكويل بيلف بيعمل كاتنج مع الماجنتيك فيلد. طب لما يعمل كاتنج مع الماجنتيك فيلد هيتولد في الواير ده زي ما اتفقنا A B induced current، وهيتولد في C D induced current. يبقى كده ال EMF اللي هي ايه؟ الكهرباء، ال EMF الالكتروموتيف فورس اللي هتتولد في الدينامو ده نتيجه الحركه بتاعته او الدوران بتاعه ما بين التو ماجنت. احنا خدنا قبل كده ان السلك الواحد بيبقى بلف، طب دول اتنين بلف. ليه اتنين بلف؟ لان في سلكين بيعملوا كاتنج مع الماجنتيك فيلد. كتاب المدرسه بيقول لنا ان الفي دي اسمها لينير فيلوستي، وبتساوي الانجلر فيلوستي في الاوميجا في الار. مين في ومين ار؟ مين اوميجا؟ في دي اللي هي ايه بقى؟ سرعه الجسم اللي ماشي في خط مستقيم. اي جسم في خط مستقيم ماشي بيبقى سرعته في، اي جسم بيلف في دايره زي الدينامو تبقى سرعته اسمها اوميجا. العلاقه ما بين الاثنين ان في بتساوي اوميجا اوميجا ار. جه منين الكلام ده؟ اي جسم ماشي في خط مستقيم بيبقى الفيلوسيتي بتاعته بتساوي ديستنس على تايم، لانه بيقطع فعلا ديستنس في تايم. اما الاوميجا بتاعت الجسم اللي بيلف في دايره، ولنفرض مثلا ان الجسم كان هنا بعدين بقى هنا وهو بيتحرك وهو بيلف، اذا هو عمل ثيتا. اذا الانجلر فيلوسيتي بيساوي ثيتا على تايم، لان هو بيقطع انجل في تايم. تمام، لو فرضنا ان الجسم ده اتحرك ايه بقى؟ ها، لفه كامله، يبقى قطع انجل 2 باي 360. يعني تعرفين الباي ب 180، يبقى 2 في باي بكام؟ 360. وساعتها التايم نيدد فور كومبليت فايبريشن مش هيبقى اسمه تي سمول، هيبقى اسمه تي كابيتال اللي هي بريودك تايم. تمام، لو حطينا واحد هنا احنا ما غلطناش، واحد على تي تدي اف فريكونسي من السنه اللي فاتت، يبقى كده اثبتنا ان الاوميجا بتساوي 2 باي اف. الاوميجا بتساوي ايه يا جماعه؟ 2 باي اف. مين اوميجا دي؟ اللي هي الانجلر فيلوستي. يعني ايه انجلر فيلوستي؟ يعني السرعه بتاعت الجسم اللي بيلف ايه، بيعمل انجل اللي هو بيلف في دايره. تمام، دلوقتي الفيلوسيتي بتساوي ديستانس على تايم. الجسم ده عشان يتحرك لفه كامله ويرجع تاني بيبقى قطع ديستانس قد ايه؟ 2 باي ار سيركمفرنس او بريمتر. خد تايم قد ايه؟ بريودك تايم، 1 على تي تدي اف. يعني كده الفي بتساوي 2 باي اف في ار، يعني بتساوي اوميجا ار. يبقى احنا من حقنا نشيل الفي دي ونحط مكانها اوميجا ار. هيبقى ساعتها الاي ام اف بتساوي ايه بقى؟ ها، 2 بي ال، شيل الفي وحط اوميجا ار، ساين ثيتا. السايد ده هنسميه ال، والسايد ده هنسميه 2 ار، لان هو لما بيلف بيرسم دايره. بصوا دي الدايره اللي هو بيرسمها، فده الدايمتر بتاعها. طب سؤال، الاريا بتاعت الكويل ده بتساوي ايه؟
ابدا مش باي ار سكوير، لان ده مش سيركل، هو عباره عن ريكتانجل. هيبقى اللينث اوف ويدث يبقى ال في 2 ار، ال في 2 ار، وبالتالي يبقى كده الاي ام اف هتساوي، شايفين الاثنين دي، شايفين ال ال دي، شايفين الار دي، هنشيل الثلاثه دول ونحط مكانهم ايه؟ اهو ال ال في الاثنين في الار تدي اريا، فاحنا هنشيل الثلاثه دول ونحط اريا، يبقى القانون ها بي اي اوميجا ساين ثيتا. الكلام ده لو الكويل ده معمول من لفه واحده. طب ليت ان النمبر اوف تيرنز، يبقى الاي ام اف بتساوي ايه؟ ها ان اي بي اوميجا ساين ثيتا. يبقى هو ده قانون الايه؟ الدينامو، وده البروف بتاعه اللي هو ايه؟ قانون نبوي ساين ثيتا، قانون نبوي ساين ثيتا. قولها بقى ناب وسنه، قولها ناب وسنه، قولها بانيو ساين ثيتا، قولها نبوي ساين ثيتا، نباوي ساين ثيتا، قولها زي ما انت عايز، المهم ان انت تبقى حافظ القانون. هنا بقى السؤال، مستر انا هحفظ البروف ده ازاي؟ خدت بالك ان احنا اول حاجه عملنا الفي، بعد كده شلنا الاثنين والال والار وحطينا اريا، بعد كده ضربنا في ان. لو بصيت على الكلمات اللي انا لو انتهى بالاقدر دي هتلاقيها بكلمه فان، فده يسهل لك كتير حفظ البروف. البروف ممكن يتذاكر بكلمه ايه؟ فان، الفي بعد كده الاي بعد كده الان. يبقى انت كده عرفت ان قانون الدينامو، ها لما الكويل بيلف بتوين تو ماجنت يبقى الكهرباء اللي بتتولد فيه قدرها ان اي بي اوميجا، ان النمبر اوف تيرنز، الاي الاريا بتاعته اللي هي ايه وانت بتذاكر تقول ال في 2 ار، البي اللي هي الماجنتيك فلكس دينستي بتاعت الماجنت ده، والاوميجا اللي هي الانجلر فيلوستي، وتقول لنفسك ايكوال اي 2 باي اف. اما الثيتا من هنا يا جماعه، الثيتا بتساوي ايه؟ كروس مالتيبليكيشن اوميجا تي، يعني الثيتا دي هتتفك لايه؟ اوميجا تي، والاوميجا احنا لسه شايفين او قايلين ان هي بتتفك لاي 2 باي اف. طب سؤال يا مستر، الباي دي بكام والباي دي بكام؟ دي بصوا معايا، دي عشان جايه من قبل الساين ب 22 على 7 دي، لكن دي عشان بعد الساين بكام؟ ب 180. يبقى احنا كده يا جماعه ايه؟ رسمه الدينامو تاني اهو بالمنظر ده. دي فرشه واحد ودي فرشه اثنين، دي اكس 1. طبيعي بعد ما عملت البروف تسال نفسك ايه اليوزز بتاعت الجهاز ده؟ او الفانكشن بتاعته. احنا قلنا ان احنا بنحركه عشان يدينا كهرباء. وبالتالي بنحول الميكانيكال انرجي للالكتريكال انرجي، الميكانيكال انرجي الحركه للالكتريكال انرجي. طب ايه الساينتفك بيز بتاعه؟ يعني ايه كلمه ساينتفك بيز؟ اساس علمي. ايه الاساس العلمي بتاعه؟ الالكترو ماجنتيك اندكشن. لازم تجيب ورقه وتقعد تلخص لنفسك الموضوع بالمنظر ده، ميكانيكال تو الكتريكال، ساينتفك بيز، الكترو ماجنتيك اندكشن. طب ثلاثه، ايه دور البروشوز؟ وايه الماتيريال اللي مصنوع منها البروشوز؟ ايه دورها؟ ومصنوعه من ايه؟ هي مصنوعه من الكربون، او لو قلت الجرافايت، اوكي، جرافايت او كربون. طب ايه دور البروشوز دي؟ ايه يا جماعه دور البروش اللي انا بلونها بالاحمر دي؟ بصوا بقى معايا. الكويل ده بيلف، اتفقنا ان هو بيلف كده. فالرنج دي عشان لازقه فيه بتلف معاه. طب انت كده الكهرباء اللي هتطلع لك في الكويل هتجي لك في التورينج دول. انت عايز ها تستقبل الكهرباء، مش معقوله ابدا توصل للتورينج كده مثلا بالتلفزيون، هتلاقي التلفزيون كمان بيلف، ده مش منطقي جدا خالص يعني. فلازم كنت تحط حد صحيح ان هو مش ملزوق في الرينج دي، لمسها بس مش اكتر. شايفين البروش دي اللي انا بلمونها بالايه؟ بالاورنج دي. دي لمسه الرينج بس مش اكتر. وطالما لمساها يبقى ايه؟ بتاخد منها الكهرباء وتنقلها بره للايه؟ للسيركت دي. يبقى هي عباره عن ايه بقى؟ ها؟ ما هي الا وسيله لترانسفير الالكتريستي، ها؟ تو اكسترنال سيركت. ترانسفير الالكتريستي فروم ايه يا جماعه؟ تو اكسترنال سيركت، يعني بوصل بتنقل الكهرباء من الدينامو نفسه للسيركت اللي ايه؟ اللي بره.